أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جاء بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب
ألا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما تحبون المال حبا جما كلا الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي وجيء فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا ادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا
بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم.
والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء والسماء وما بناها والسماء والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها قد أفلح من فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله.